مش سيد قبوش علي، كاتب عام جمعية أولياء آباء التلاميذ مدرسة سيدي محمد بني إنصار. مشاكل إغانغ المشاكل المدرسة إذ قان ثروة النط، مدرسة غير صالحة تنتهى الصلاحية النس، عندها الصلاحية النس يخصد إعادة البناء من جديد بشهادة جميع الأطراف المعنيين بالأمر، من بينهم تسد وسنتيد أربعة اللجان مشتركات من النيابة بلعن اثنين الأقسام، ولكن اثنين الأقسام يبلعن ممكن السلكين خيني قيمنا عزمن لحد الآن، ونشي نقدم السلطات المعنية بالأمر جميع المراسلات، من بينهم نقدم المراسلة للسيد باشا مدينة بني إنصار مطالبة الإسراع بإعادة البناء المؤسسة من جديد، ومراسلة مماثلة للسيد مجلس البلدي، مراسلة السيد باشا مدينة بني إنصار في تاريخ 15/4/2009، والمراسلة المماثلة للسيد رئيس المجلس البلدي في 15/4/2009، ومراسلة مماثلة للسيد النائب الإقليمي في تاريخ 15/4/2009. لحد الآن ونلقي أي جواب، والسيد رئيس النائب الإقليمي يقد زيارة مباشرة إلى المؤسسة النط ما بعد زيارة النص عدة أسابيع أو أزيد من شهر، نزلت شفاويا طلب سن المدرسة النط غير صالحة مهددة بالانهيار. المدرسة نشين حاليا كآباء نبقوذ ثروة النط لحد الآن ونبقوذ بوخ المستوى الدراسة اللي ينخفض. المشكلة الكبير نهار لحد الآن هو نبقوذ ثروة النط أذرح ضحية تحت الجدران السقف، لأنما المدرسة غير صالحة وتشكل خطورة، تشكلت الخطورة على التلاميذ صحيا، تشكل خطورة صحيا على التلاميذ وعلى الأساتذة، لأنما المدرسة بصفة عامة والمؤسسة انتهت صلاحيتها، انتهت صلاحية، ولذلك نحن كجمعية كأولياء آباء التلاميذ نطلب نتدار من جميع الأطراف المعنيين بالأمر، من جميع المعنيين بالأمر القومس الواجب نسن أدا زول حل المشكل المدرسية، وثانيا المدرسة غانغ الاكتظاظ، غانغ بعض الأقسام ليس 52 تلميذ ديال القسم، بعض الأقسام 52 غانغ بعض الأقسام ليس 48، كيفاش لا يعقل 52 تلميذ ديال القسم ما يكشسن الأستاذ يكشسن دقيقة للواحد 52 دقيقة يخصن تلميذ المستوى الابتدائي القسم الأول أو إلا الثاني أو إلا الثالث ما يكشسن الأستاذ دقيقة يخصن دقيقة باش يديغا القراءة أو التلاوة يخصن 52 دقيقة، وما بالك المواد النغنية. وثالثا ومحرومين من جميع الأنشطة، أنشطة منها ثقافية ورياضية وإلى آخره، محرومين من جميع الأنشطة. نشين كآباء أولياء آباء التلاميذ عازمين متجندين أن رجل بالتلاميذ ثروة النق باش أنقوم ذي عدة أنشطة، أن تنافس بعض الجمعيات، مامش تطلع هذه الإعلاميات، مامش تقومن بعض الجمعيات، فمذي المؤسسات وذي المدارس نسن نشتي متجندين وعازمين باش نيري جنب نسن
التمارس النني ثني الأنشطة والتمار وأواسنيرج المستوى الدراسي كجميع المؤسسات، ولكن مع الأسف المؤسسة وغانغشاء ما بالك نحن كآباء أو كجمعية أنفك هذه الأنشطة نشي المدرسة ماني غانطار ولا هو غانغشاء. والمدرسة بصفة عامة وبشهادة الجامع المدرسة غير صالحة، المدرسة يخصيت إعادة البناء كاملا، لأنما المدرسة نشتيش غسيج المثال أمشي نوي جنتو براشي جنتو يارشا مرات تخيض تزكي جنطاف يتنزل مزي الجهة تنظمية. المدرسة غير صالحة، المدرسة على حسب شهادة بعض العموم للأقسام أزيد من 30 سنة يغسغى المدرسة، والمدرسة تروح رارحي وظنس ولا الأقسام النس ولا الجدر النس ولا السقف النس ولا الساحة النس. وخغانغ نهارا إن شاء الله قنغق الإخوان الصحفيين لموقع نظر سيتي قنغق بعض الفوتوث نسجلي ثنت بعض وها باش تخزار إن شاء الله مستقبلا ذي الموقع نظر سيتي إن شاء الله أتخزام بعض الصور تكنيج المجهود أكين الإخوان الصحفيين نظر سيتي تكنيج المجهود أجرهم على الله لأجل باش نسيوض أتخزام مباشرة أتخزام تحسمي فيديو يا وتزام فوتو ذا مباشرة ذي الحالة ومنزع. ونش سبب إن خارتن ذي المدرسة يا ذي الجمعية يا السبب هو التغاريد عن جهة قارين تربو واحد غاريد قارية أبي قغان السقف أقي وتتزق جنة وتتزق قشرات نسيمة هو السبب يزي هو غال مؤسسان قال لقاء بعض الآباء قال أكسيد المدير يزي نذف كذا لأجل أن نحل مشاكل نطاروانا. ولذلك نشي نطلب من جميع الأطور المعنيين بالأمر أديرين جنبنا أحل المشكل المدرسة لنا الحل المشكل المدرسية وفي أقرب وقت إن شاء الله.